GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الثاني من Exclusive MBC2 Ident من GFXAcademy.net. نتكلم بقى في الجزء ده عن ازاي ان احنا نعمل الحبال اللي طالعة من كل حرف. يعني الموضوع الى حد ما ممكن اقول ان هو في سنة ادفانسد شوية، لكن هنحاول ان احنا نفهمه مع بعض ونحاول ان احنا نركز فيه مع بعض. مبدئيا كل حرف، لو احنا كنا خدنا بالنا من البرومو اللي انا جبته تاني، اعتقد كانت في الجزئية دي. طبعا ده يعني انا بفكر ان شاء الله يبقى في ورشة قادمة حتة التومورو دي، لكن خلونا نتكلم في بتاعنا احنا دلوقتي. ده بصوا كده، في هنا شدة بتحصل مع ال مع الاي، يعني بتكمل بقى في كل الحروف بالمنظر اللي احنا شايف، طبعا على اختلاف بقى المكان اللي من الطرف من الطرف ولا من النص من النص. فاحنا هنحاول نعمل محاكاة ل الطروف دي او الحاجات دي. تعالوا نقفل برومو ونمسك بقى ايه التكست بتاعتنا. انا بس عايز ارتب السين دي، هسميها لايتس، السفير دي هسميها لايت دوم، التكست اوبجكت الافكتور بتاعها، والتلاتة دول هاخدهم واحطهم فوق هنا بس، بحيث يعني يبقى في ترتيب في السين مش اكتر من كده. تعالوا الاول، انا مش عايز اللايتس عشان الزحمة، وهقفل اللايت مؤقتا عشان بس اقدر اشوف، ومش هخليني في الفيو بورت بتاع الكاميرا. هروح لحرف الاي، نمسك اول حرف هنشتغل عليه اللي هو حرف الاي ده، عشان اعمل حتة ان هو يتشد منه جزء كده. هنتحايل على الموضوع ازاي؟ تعالوا الاول اعمل الهولدر اللي هيبقى هنا، ممكن اعمله ممكن اعتمد على حاجه، لكن انا عايز اعمله هيدي شكل احسن يعني. تعالوا لو احنا رحنا جبنا انسب حاجه تتعمل بيها ايه، كبسول. طبعا الكبسول هتنزل هنا عشان بدل ما اقعد بقى امسك واظبطها من الثلاث من الاربعه فيو بورد، ممكن اسيبني او اخليني مسلكت الكبسول واروح لفانكشنز ترانسفير. من ترانسفير دي احلى حاجه انها بتنقل احداثيات جسم لجسم تاني، حتى روتيت سكيل مش عارف ايه كل الكلام ده كله. طبعا انت بتقول لها ترانسفير تو، يعني هتنقل الاوبجكت لفين؟ هقول له ل هي اي 2، يبقى انا هطلع هرجع باك تاني واقوم ساحب له اي 2 بالشكل ده كده. مجرد ما هعمل ابلاي دي هنلاقيها اتنقلت هنا. طبعا لو انا مش عايز السكيل، لكن عايز الموف والروتيشن، ابلاي تمام، و ريل تايم ابديت تاني. ادي الكبسول هتتنقل ل اي 2 ريل تايم ابديت، كان متعلم عليها فانت تشيل وتشتغل مفيش مشاكل. نروح بقى ليه الكبسول نفسها، نصغر، احنا هيطلع عيننا في الكبسول دي تمام بالمنظر ده كده تمام، و 90 وارفعها هنا كده واقوم زايقها لجوه بالشكل ده. لو ضغطت حرف اس هيعمل فريم او هيحط لك الاوبجكت بتاعك في وسط السين زي ما انت عايز. على فكره مفيده قوي لو انت ما عرفتش مكان الحرف بتاعك فين بالظبط. تمام ده كده، ادي هولدر
بالشكل ده، وتعالوا نديله الخامة على طول عشان نعمل ريندر ونشوف شكله. متهيألي تمام. ولو طلع بره شوية وخد روتيت لفوق عشان يبقى في اتجاه الحبل او الروب اللي هيطلع. تمام، نعمل ريندر. متهيألي حلو، مفيش مشكلة. طب لو رحنا للكبسول، مين اللي ممكن يشتغل معاها كويس؟ تابر، اعتقد التابر هيشتغل معاها كويس. نحط التابر جوه الكبسول وازود السترينجز، لكن هنا المقاس كبير قوي، اخليه 10. انا هبدأ من المقاس 10 خلاص واشوف. طبعا ليه كده؟ لان التابر نفسه الاكسس بتاعته في مكان، والكبسول يعني التابر لو احنا لو انا ضغطت لكم اس، شفتوا التابر فين؟ هنا، والكبسول هنا. طب حلها ايه بقى؟ حلها ان انا هعمل حاجة حلوة قوي. هخلي التابر ده البوزيشن بتاعه بصفار، زيرو زيرو زيرو. انتوا عارفين لما بتخلي البوزيشن بتاع تشايلد اوبجكت بصفر، بيروح بياخد الصفر بتاعه البوزيشن بتاع الاوبجكت الرئيسي. فبالشكل كده حطينا التابر مع مين؟ مع الكبسول. طيب هعمل ترانسفير للتابر مع الكبسول. هروح للفانكشنز واقول له ترانسفير، واقول له للكبسول. حلو قوي كده، خد الروتيشن بتاعه مظبوط. احسن على فكره ترانسفير دي تحفه، والله العظيم جميلة يعني. نيجي بعد كده للأوبجكت نفسه، هو أعتقد واي. تمام، المنظر ده كده. وتعالوا بقى نشتغل على السترينجز. أيوه، الله ينور عليك، بالشكل ده كده. نيجي بقى للكيرف ونشوف هنعمل إيه. تمام، ممكن نطلعه فوق بحيث إن إحنا ناخد حاجة كويسة. ريندر. تمام، طلع كأن بالظبط حاجة طالعة من الحرف، ودي اللي هنعملها انيميت على فكرة في الـ في الـ في, الـ في الحركة الرئيسية يعني. طيب الانيميت بتاعها ازاي؟ انا بيتهيألي ان احنا نعمل انيميت كده انها طالعة كده خالص. تمام، بالمنظر ده كده. بس في حاجة، ان انا عايز الكبسول دي، هي انا عايزها صغيرة قوي عن كده يعني، هي مقاسها كبير، فانا هحتاجها اصغر من كده خاصة على الارتفاع، خاصة على ارتفاع. ازقها، ارجع ازقها في الواي، اعمل لها سكيل تاني. ريندر. انا متهيألي كده تمام وكويسة ومية مية، مفيش فيها مشاكل. طب حلو كده، تمام، زبطنا الدنيا. ممكن لو انت عايز تظبط التابر بتاعك بحيث يديك كيرف معين، ماشي، ممكن نظبطه على واي اكس. انا متهيألي على اكس مش هيعمل حاجة، ولا على زد يعني، ولا على زد، لان انا اصلا كده كده مش هخليه يطلع ليه الجزئية دي. تمام، ورندر. عايز اخد احسن شكل، والله الشكل ده انا متهيألي كويس. عايز بقى تزق التابر، زقه، مش عايز، براحتك. اهم حاجة انك انت تاخد شكل كويس علشان اقول له احسن. انا عايز اقول له وزن اوبجكت بصراحة عشان ما يبقاش انليميتد وهيبوظ لي الدنيا، فانا عايزه على قد الاوبجكت بالظبط. عايزه على قد الاوبجكت بالظبط كده.
تمام، الكيرف بتاعه كده، بلاش وزن اوبجكت، خليه انليمتد، والله ما هزعلك، تمام خليها كده بس كده خلاص، مش عايزين نقعد نظبط كتير عشان ما ناخدش وقت في الحاجة. تمام المنظر بقى كده، ممكن اقول له فيلت. انا بدور على دي من ساعتها، والله بدور على فيلت دي من ساعتها، بس كده بس كده اهو، واقوم مطلعها كده بس عشان تبقى طالعه من جوه الحرف زي ما احنا عايزين. بس انا عايز دي، تمام ده كده الكبسول، مش عايز منه حاجة اكتر من كده. سي عشان نخليه اديتابل. طب كنترول زد، تمام ليه بقى؟ لان الباشا ده واخد جواه بتاع ده تابر. طيب هل لو انا رحت قلت له current state object نفس الحركة؟ لا مش نفس الحركة، يبقى current state object فرقها بينها وبين سي، تمام، ان current state لو جوه الاوبجكت امر تعديل بتاخده بامر التعديل بتاعه تعمله اوديتابل، وده اللي انا عايزه. خلينا بقى على الكبسول وهنعمل انيميت للكبسول، او قبل ما نعمل انيميت للكبسول تعالوا بقى، احنا خلصنا منها كده، تعالوا نروح لحرف الاي ونشوف هنعمل فيه. اولا انا عايز حرف الاي ده يبقى فيه اوجه اكتر من كده شويه. ليه يبقى فيه اوجه اكتر من كده شويه؟ لان انا عايز اعمل له عمليه مط، اعمل له عمليه مط، يعني ال ال الحرف نفسه هيتمط من الكورنر ده، فانا اللي انا عايزه فيرتكس كتير عشان لما اشده الاقي حاجه اعرف اشده منها، يعني عشان ما يبقاش هو حته فيس خلاص وشكرا على كده والموضوع خلص، لا هيتشوه وهيبقى منظره مش ولا بد ومش ظريف. عايز اعملها خارجه لبره سنه بس. لو احنا رحنا للحرف اللي هو الاي، هروح للفيس مود وسلكت اي فيس واعمل كنترول اي عشان اسلكت كل الفيسز، اضغط في من الكيبورد اروح لستراكتشر، من ستراكتشر مش اسف لفانكشنز، من فانكشنز عندي سب ديفايد. سب ديفايد هتقسم الفيس ده لمجموعه الفيسز او السب ديفيجنز اللي انا هحطها هنا. هعمل اوكي، هسيبهم اتنين واعمل اوكي اجرب. كنترول زد مش مظبوطه، كنترول اي في فانكشنز سب ديفايدد خليهم ثلاثة. برضو الدنيا ما ظبطت. طب كنترول زد. طب انا عايز الفيس ده في فانكشن سب ديفايدد، مش عارف ما تظبطش في ثلاثة ليه. طيب تاني في كنترول ايه ماشي كده، في functions subdivide. طب خمسة كنترول زد، في functions subdivide واحد. طب هي قفلتها القفلة دي ليه؟ طب كنترول زد تاني. على فكرة المشكلة في البتاع دي بنقعد نجرب لما نقول يا بس في functions subdivide. طب قبل subdivide تعالوا نعمل خطوة، في functions تعالوا نعمل triangulate عشان يقسمها لي كذا فيس، بعد كده في functions subdivide هيعملها من غير ما يقفل بالظبط كده. هو ده اللي انا محتاجه واللي انا عايزه. نيجي بعد كده ليه، هل انا محتاج فيسز او فيرتكس زياده؟
ان كيس اوف يعني في حاله لو انا احتجت فيرتكس هحتاجها هنا، فانا الدنيا مش هتبقى، او اقول لكم تعالوا احتياطي ناخد الفيسز دي في فانكشنز سب ديفايدد بواحد بس، لان انا يدوب يدوب عايز شويه دول. طب حلو قوي كده. نيجي بعد كده للحرف او حرف الاي ككل. حرف الاي ككل هضغط على حرف الاي في فانكشنز اوبتمايز. اوبتمايز عشان لو في فيرتكس زياده مش عارف ايه الكلام ده كله يتشال، خليها واحد من 100 زي ما هي، او اقبل بالديفولت واعمل اوكي عشان لو في اي حاجات زياده تتشال. حلو قوي كده. بعد كده بعد كده انا عايز اعمل، او انا هعمل حاجه زي التشين، يعني حاجه بتشد حاجه بتشد حاجه. الحبل اللي هيطلع ده انا عايز اعمله يشد البوز ده، ماشي، والبوز ده يشد الفيرتكس اللي هنا بحيث يعمل لي المطه الصغيره اللي في حرف الاي. طب ازاي؟ اقول له تعالوا اول حاجه نعمل حركه الحبل، وبعد كده يحل ربنا في الحركه دي. حركه الحبل دي ممكن نعملها بايه بقى؟ ممكن نروح لتوب. طب انا هقعد اريح دماغي واروح واجي ليه؟ نضغط اس عشان نضغط فريم، نجيب الفريم اللي احنا عايزينه. في بس مشكله، حرف الاي الاكسس بتاعته مرميه بره. ستراكتشر سنتر اكسس وسنتر الاكسس عشان تبقى الدنيا ماشيه معاك مظبوط. تعالى بعد كده للسبلاينز، وروح خد بيزير سبلاين ونرسم سبلاين مثلا من هنا كده كده كده، تمام. يا خبر ابيض، ده الكاميرا فين؟ او كنترول زد، معلش عايز ارسم السبلاين كبير شويه كده كده بحيث يبقى هو اصلا ورا الكاميرا. تعالوا بقى نسلكت واحد اتنين، طبعا بشيفت، ثلاثة أربعة، رايت كليك وقول له سوفت انتربوليشن عشان يبقى كله واخد كيرف. روح للفرونت، روح للفرونت وهات الموديل تول. خلي بالك ساعة ما تجيب الموديل تول هتلاقي الاكسس راحت في حتة غريبة أصلا. روح لستراكتشر وسنتر اكسس 2 عشان نضمن إنها متسنترة، ونرفع الباشا ده لفوق. شكله كده شكله والله اعلم مقلوب. لا والله ده الراجل مظبوط اهو. تمام، نلف كده، نلف الفيو، نلف الفيو نشوفه هل هو مظبوط على البوز اللي احنا عملناه ده ولا مش مظبوط. طب انا همسك الكبسول ده سميها ايه؟ سميها هولدر. هولدر نلف كده بس. انا بس كل اللي انا عايزه من الاخ سبلاين ده، عايز النقطه دي تبقى هنا اهو. هي عامه مش هتفرق، بس هي تحبيكه بس ماشي بالشكل ده. حلوه. لو رحنا للكاميرا هنلاقي اول سبلاين في المكان بتاعه، مفيش فيه اي مشاكل. عايز تحول مكانه، حول مكانه خلاص. انا بفضل فعلا ان انا احول المكان بتاعه. لو انا خدت السبلاين ورحت عملت سيلكت على الفيرتكس دي، خدت الفيرتكس دي كلها هنا كده، تمام، واخد دي هنا واخد دي، يعني انا ببص هنا وهنا. طب تمام كده، ده احنا عايزينه حبل صح؟ طيب عشان يبقى حبل ما ينفعش ثلاث نقط. هتقول طب من الاول ما عملتش ليه؟ هقول لك طب وانا عاملها ليه؟ ما في طريقه اوتوماتيك.
روح للسبلاين، خليك على الموديل تول ونضغط في من الكيبورد فانكشنز، وناخد سب ديفايد، ونخلي السب ديفايد مثلا 7 7. بس خلي بالك يعني دي اكتبها زي ما انا قلت في التمرين الاولاني في المقدمه في الانترو على حسب طول الخط اللي عندك. هقوم قايل له اوكي. خدت بالك انه بدا يلين؟ لو رحت للفانكشن للبوينتس هتلاقي البوينتس مظبوطه. احتياطي هخلي الانترميديت بوينتس يونيفورم وازود ده، بحب احطها 18 ليه ما اعرفش. ماشي طيب لغايه كده تمام. كل اللي احنا عايزينه ان انا اشبك نقطة السبلاين في مين؟ في الهولدر. السبلاين في الهولدر. طب ما انا عندي حاجة، ممكن ناخد بدل ما نقعد بقى نعمل على حاجتين، نشتغل على الاي شوية وعلى الهولدر شوية. طب ما ناخد الاي او الهولدر احطه كده، واخد الاي دي احطها جواه، اصبح كده ده وده الاثنين حاجة واحدة. لو ده تشد دي تتشد معاه، بدل ما اقعد اعمل حاجة مرتين. نيجي على السبلاين، تعالوا بقى ناخد النقطة اللي انا عايز اشبكها. نروح هنا و اخلي بس الديسبلاي انهانسد اوبن جي ال عشان ابقى شايف، وهخليه كواد شيدنج. ايوه كده عشان ابقى شايف انا بعمل ايه. نيجي على تكست بس الف مش قوي يعني، الف دي كده، وتعالوا على السبلاين ده، واروح على النقطه اللي انا عايزها واتاكد ان انا مسلكت النقطه دي. بس كده انت عملت سلكشن على مين؟ على النقطه دي. رايت كليك على السبلاين، هناخد هير تاج واعمل كونسترين. على فكره كونسترين اصلا استخدامه في الهير تاج لو انت عايز تثبت الهير في مكان معين ما يتحركش منه من نقطه معينه. معلنا من الموضوع، الموضوع كبير، فانا هستخدم الكونسترين عشان اثبت النقطه دي في مكان. هقول له كونسترين، هيقول لي الاوبجكت اللي انت عايز تثبت فيه النقطه دي. هقول له بسيطه، هات مين، انزل تحت كده هات الهولدر. هاخد الهولدر، هضغط على الهولدر واقوم زقه هنا كده واقول له ست. بس خلاص كده النقطه دي ثبتت في الهولدر ده. طيب النقطه الثانيه اللي هي النقطه بقى البعيده دي، بقى احسن حاجه فيها نعمل حاجه حلوه قوي. تعالوا نعمل سفير. السفير ايه ده؟ تعالوا نعمل سفير. خلي السفير دي الراديوس بتاعها بس حاجه نشوفها يعني، خليها 10. تمام خليها 10، واصلا انا مش عايز منها حاجه ده يعني، انا كل اللي هحطه هحطها بس كدومي اوبجكت، كحاجه بس كده مش هشوفها اصلا. كالعاده سفير فانكشنز او ليه فانكشنز، تعالى هنا اهو وروح خد الترانسفير. هقول له ترانسفير تو، ترانسفير تو. طب وليه تاني ترانسفير، وترانسفير لمين؟ ليه ادي السفير، ترانسفير للهولدر واقول له ابلاي. بس والله 5 8 كويس ماشي. اللي هعمله بس ان انا هزق السفير دي قدام مين؟ هزقها بس قدام ده كده حاجه يعني قدامه بالظبط. ماشي، وهعمل انيميت للسفير دي على السبلاين ده. الدنيا معقده صح. طيب رايت كليك سينما فور دي تاج الاين تو سبلاين، هاخد السبلاين ده
تمام. يفضل والله بدل عشان ما نلخبطش ده ايه ده كنترول زد، انا عايز ده بس كنترول واسحب، وتعالى نسمي ده الباث واشيل الكونسترين، انا عايز زي ما هو كده. كل اللي هعمله هستخدم ده كباث لدي. طيب هاخد الباث قبل ما اعمله باث سي عشان نريح دماغنا، واخد الباث ده هنا كده جميل، واضغط كنترول وكليك، وعايزه في 15 فريم يكون ايه راح الاخر، واقول له تانجنتيال عشان الدايره تلف معاه زي ما انا عايز كده تمام، مفيش اي مشاكل. حلوه، نرجع مرجوعنا التاني للسبلاين الاساسي بتاعي مش الباث، خلاص ده هنسميه روب حبل. هاخد اخر نقطة اللي هي دي، هاخد اخر نقطة، هسلكت اخر نقطة واضغط رايت كليك على الروب هير تاج، واخد الكونسترينت. المرة دي هقول له الكونسترينت بتاعي في مين؟ على السفير، واقول له ست. بصوا كده بقى ايه اللي هيحصل. على فكرة الباص ده طبعا انتوا هتتلخبطوا، انا هسلكت ده كده عشان لا يبان لا هنا ولا يبان هنا. لو انا عملت بلاي، طب تعالوا نروح للكاميرا عشان تشوفوها. تمام، طبعا ولا حاجه حصلت. ليه؟ لان انا المفروض احط على الروب رايت كليك هير تاجز دايناميك سبلاين، ده بقى اللي هيخليه حبل. دايناميك سبلاين، ارجع بلاي. شفتوها اهي تاني. تمام، وصلت. طيب في حاجه، في ان انا في الباص ده مش عايز كل النقط اللي في النص دي، لان مخليه الروب مش مظبط يعني. طيب وفي حاجه كمان، عايز اخلي السفير ده ابعد يعني، تمشي بعيد اكتر من كده عشان تشده، لان الحبل كان فيه كرمشه. ممكن اروح للدايناميك تاج ده اصلا، واروح للبروبرتيز بتاعته، ممكن ازود الروبري بحيث اخليه لين شويه، اخليها 100. ممكن اخلي الاستيفنس ب 100 هي كمان، ونجرب. الله ظبط شويه. طيب خلونا نعمل حاجه حلوه، بس انا هنضطر نغير حاجات مش مشكله. هروح للباث نفسه، الباث ده، وهمسك النقط بتاعته تمام، ودلت منها عشوائي ديليت، وده ديليت، وده ديليت. عايزه كده ايه مستقيم. والله هي اتفردت، اتفرد شوية، بس عايز السفير تبعد اكتر من كده كمان. هاخد نقطة من الباص، اعتقد هو ده اللي انا واقف عليه، اه ده اللي انا واقف عليه ماشي، وازق الباص ده لورا، ازق الباص ده لورا، ونشوف كده هل تمام. بس بقى اللي هعمله هي كده، على فكره هو اتفرد اهو، بس هو اللي انا هعمله ان انا هقلل الروبري دي، هخليها 40، بحيث ايه ما يفضلش يلب كده كتير. ايوه بالمنظر ده كده حلو قوي جميل. طب نزودها سنه مش مشكله، يلب حبه بس إيه. جميل قوي 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 قوي، حلو قوي ماشي. بعد كده كده تمام، كده تمام. والله العظيم انا نسيت هعمل ايه. طيب بعد كده تعالوا ايه نخلي بقى البتاع ده متشاف، ما هو اصل كده مش هيتشاف يعني، كده في الريندر مش متشاف. طب اخليه يتشاف ازاي؟ سهله، روح للسويب نيربس، واحنا عايزين شكله يبقى سيركل.
هخلي السيركل دي باتنين، وعلى فكرة هنغيرها اتنين كتير، وهاخد السيركل احطها جوه، واخد الروب احطه عليها. طبعا انت بترفع البروفايل قبل الباث بحيث يبقى بالمنظر ده كده على طول، عشان ما نقعدش نقول يا ريتنا. تعالوا نحط الخامة، تعالوا بقى نرجع نفتح اللايتس بتاعتنا ونشوف الباشا ده في الريندر شكله عامل ازاي. متهيألي كويس، متهيألي يعني انه كويس، متهيألي كويس. تمام، في بقى حاجة البتاع اللي اقول لكم، خلوها في الجزء اللي بعده.